عليكم مشاهدي الاعزاء. اليوم غنبداو واحد طابلو ان شاء الله زوين ومتنوع. غنبداو على بركه الله. واول حاجه غنوريكم الماتريال اللي غنخدم به. غنخدم بهاد ثلاثه د لي كولور اللي كتشوفوا، كاين الكحل والصفر والبيض. نبداو على بركة الله. المهم غنحتاجو هاد الباليت اللي غنخدمو بها، بانسو كبيرة، وهادي لاتخوصة صوبتها مانويال غير بالبرا والخيط. جمعت فيها كاع الماتريال اللي كتشوفو، لي بانسو كاملين، هادو هاد الماتريال هذا حتى هو كنخدم بيه، السيراميك كنخدمو بيه في اي حاجه. غنحتاج هاد البانسو اللي كتشوفو، هادي زوينه، الرقم ديالها 24، زوينه هادي في الرسم، غزاله هادي، حتى هي ملسه. هادو دابا ملي كترسم بهم ما كيطلقوش الزغب وملسين الخدمه ديالهم. كاين هاد الستاتي، هاد لي كانيف، هادو حتى هما الفينيسيون ديالهم كيجي رائع. نخليو هادو اللي غنحتاجو في بلاصتهم ان شاء الله. نبداو على بركة الله. Thank you.
الاصفر عطاني هاد لاكولور هذا. خلطت بهذا ولوجون اللي خدمت به، ندير واحد نشف هذاك النجاره اللي لصقنا هنايا بالديناغلي، غنصبغوها بالكحل. غنحتاجو بانسو كيف ما كتلاحظوا، وغنحتاجو صباغه من لون اكريليك من لون الاسود، وغنحتاجو لاتوش انغلو كيف ما كتلاحظوا، لمسه اصبع. هاد لمسه اصبع كاينه في بزاف ديال الالوان. المهم كاين بعدا هاد الكويفر هاد النحاسي هذا بحال الذهبي، وكاين الكويفر بحال النحاسي غادي الاحمر، وكاين الزيتي. المهم فيها بزاف الالوان. نبداو على بركه الله. Thank you.
نفينيوه من بعد ما صبغناه بالبلو نوار، درت عليه شويه، رشيت عليه شويه ديال الشعله باش يعطي واحد لابريونس. ودابا غنديروا لا توش انغلو كيف ما كتلاحظوا. نبداو على بركه الله. هي لا توش انغلو، علاش كيسميوها لا توش انغلو؟ لمسات اصبع، يعني كدار بالصبع، ولكن حيت هذا شويه حرشو باش يوصل لينا لكاع البلايص خصنا نديروه بالبانسو. دائما بسم الله. الابداع شي حاجه زوينه، نعلموا وليداتنا عوض ما نعطيوهم التلفازه ونخليوهم كيتفرجوا نهار وما طال. يعني لهاد الشيء ديال الاتصال لي طابليت وهادو مؤخرا ولاو تيديروا لنا مشكل كبير للاطفال، اللي هو التوحد. يعني الوليد ما كيكومنيكيش مع دارهم، ما كيتواصلش مع الوليدات في المدرسه، يعني حيت نهار وما طال والديه تيعطيوه الطابليت غير باش يتهناو وباش يقضيو شغالهم على خاطرهم. دونك تعطيو وليداتكم، تعلموهم الشيتا والرسم، يخرجوا هذيك المهارات اللي عندهم، واخا غير كخيوم، واخا غير ستيلو وورقه، وخليه يبدع. واخا يخربق قول له واو هادشي غزال، باش دائما كيثيق في راسو. وكل ما الوليد ثاق في راسو كل ما كيعطيك اكثر. دونك نعلموا وليداتنا شي حاجه اللي هي ايجابيه. انا وليداتي من صغرهم يلا كيتعلموا يقبطوا الكرايون، ولا كرايون كيف ما كان، كرايون دو كولور ولا ستيلو، ولا كيبدا يرسم. ومني كيبدا يرسم كنبقى نصفق برافو. علاش؟ لحقاش الابداع. الوليد مني كيبدع كيخرج داكشي اللي عنده، سوا زوين ولا خايب، طالع ليه الدم ولا مقلق. مثلا ولدي الا كان طالع ليه الدم شنو كيدير؟ كيمشي للطابلو وشاري لي واحد الطابلو وكيقبط الماركور وكيكتب لي، مثلا كيرسم لي قليب، مثلا كور بغيزي، مثلا قلب مهرس، وتيجي تيقول لي شوفي الا ما بغيتش نعطيه شي حاجه ولا ننفذ ليه شي طلب تيقول لي هانت شوفي. يعني كنفهم من ديك الرساله انه راه كيف ما خلاه هو بانه قلبه محطم. يعني كيوصل لك الميساج. كاين شي وليدات كيحشموا يهضروا مع والديهم ولا يقولوا داكشي اللي دارهم، اللهم نعطيهم ورقه وستيلو ولا قلم وورقه ونخليهم يخرجوا داكشي اللي عندهم اللي كيضرهم في المدرسه ولا داكشي اللي كيتعرضوا ليه. ولا هذه طريقه زوينه وذكيه باش نتواصلوا مع وليداتنا. الله يحسن العون. راه الظروف ديال دابا الخدمه والجزره زعما لا اله الا الله، ولكن خاصنا ولا بد نكونوا ذكيين في علاقتنا مع وليداتنا، ومع نبسطوا لهم الوسائل ديال التواصل. والرسم هو وسيله مهمه للتواصل. يعني ملي كيرسم الوليد على حسب لي كولور اللي اختار، على حسب الطريقه ديال الرسم، واش مخربقه ولا مقاده، كتعرف النفسيه ديالو واش مضطربه ولا نورمال. هاد لاطوش انغلو كدير شي 30 درهم 40 درهم على حسب. المهم كل مره باش كناخذها وفيها بزاف ديال لي مارك، ما فيهاش غير ماركه وحده. ممكن ديروا اي حاجه ماشي غير نجاره، باش تكونوا عارفين نجاره اول مره انا غنخدم بيها. ف
فاش مشيت نقطع هذاك الكباري عند النجار، بانت لي النجاره طايحه في الارض، وطاحت عليا فكره ديال انه نستعملها في ان طابلو ولا فينيسيون ديال شي ديكور. علاش لا؟ الابداع ما عندوش حد، كيجي من شي حوايج بساط متوفرين عندنا في الدار. بغيتو ديروا هنا قشور البيض، بغيتو ديروا نجاره ديال كرايون دي كولور، ملونات مثلا. مثلا الا نجرتو الملونات كل ملون فيه لون، كيجي واحد حتى هما كنلصقوه بالطريقه اللي وريتكم ديال ديناغلي، تيجي فينيسيون رائع. شفتوا لا فينيسيون كيف سيطلع؟ انا كتعجبني هاد لاتو شونغلو، دائما الا بغيتو شي حاجه تخرج لكم بحاله ذهبيه وقديمه، مثلا شي حاجه ارتيزانال، كتصبغوها بالكحل وكديروا لها لاتو شونغلو، كيجي الفينيسيون رائع. لاحظوا معايا طريقة جد سهلة، ها هو الطابلو ديالنا، ها هو وجد.